مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في القصة ديال سناء 12 سنة، لعدد كبير من المغاربة تبعوا القصة ديالها. مشاهدينا الكرام، أول ظهور لسهام. سهام هي من جنود الخفاء اللي كان لها دور جوهري في هذه القصة من الأول ديالها. مشاهدينا الكرام، هي اللي شافت القصة، هي بطبيعة الحال اللي نسقات مع الأستاذة زينب، هي اللي تبعت الأطوار ديال الجلسات وتبعت التصويب، وكان لها دور جوهري كذلك. هي اللي وصلت سناء لجمعية إنصاف. مشاهدينا الكرام، حاليا خبر جديد صار أنه سناء مقبلة على المدرسة. تبعوا معايا. سهام كان لك دور جوهري في هذا الموضوع، تبعتيه، اهتميتي بالقصة ديالها في جميع المراحل، سواء في الإطار القانوني وكذلك في الإطار الاجتماعي والإنساني. الخبر اللي كاين الآن أنكم مشيتوا عند المندوب أو المدير الإقليمي إذا صح التعبير ديال التعليم، اللي ناقشتوا مع الموضوع وهو وافق. هي المدرسة كيفاش؟ السلام عليكم. هذا واجب أول حاجة، وبصح ملي مشينا لعند المدير الإقليمي ديال وزارة التربية الوطنية بمديرية الخميسات، كان بتنسيق من عال الجمعية ديال إنصاف، وقبل على أساس أنه يقبل سناء تعاود تقرأ. ماشي تعاود تقرأ، لحقاش ما عمرها ما دخلت المدرسة، ما عمرها ما قرأت. غادي يدمجوها في واحد البرنامج عندهم سميتو فرصة ثانية. هاد فرصة ثانية هي اللي تقدمنا بطلب المدير، وكان مشجع الفكرة وتأسف للقصة وبقى فيه الحال، والحمد لله راه ان شاء الله في شهر 9 غادي تبدا المدرسة ديالها وتقرا في الداخلية كيف ما وعد الأب ديالها. انا غنمشي معك لحاجة اخرى، هو انه لك دور جوهري في هذه القصة. بعد الله عز وجل كتمشي من الرباط حتى للقرية عندهم تيفلات، وانت اللي كدير الجمعية في الدار البيضاء، وانت اللي كتبعي معاهم بزاف ديال الحويجات، لا معلم على العائلة. كيفاش كتشوفي الأسرة؟ كيفاش كتشوفي سناء؟ كي كانت الآن واش تطورت؟ واش تبدلات؟ واش العامل النفسي عندها مزيان؟ حيت انت اللي كتمشي تال عندهم تقريبا حوالي مرة أو مرتين في الأسبوع. كيفاش كتشوفي الوضع ديالهم كامل؟ هو صراحة باش تمشي حتى لتمك هو صعيب بالحال حيت بعيد، وما يمكنش تشوف القصة ديال سناء ولا تشوف سناء ولا تشوف الفاميلة ديال سناء وما يمكنلكش وما تعاونهمش ولا ما توقفش معاهم. علما أنني تلاقيت مع سناء أصلا غير في المحكمة، لحقاش أنا عندي ملف في المحكمة وتلاقيت مع سناء في المحكمة، وملي شفت القصة ديال سناء ضرني قلبي وضرني خاطري أكثر من الملف ديالي ولا الملفات اللي كاينين زعما اللي تلاقينا معاهم في وسط المحكمه. سناء النهار اللي شفتها نهار الاولاني كانت واحد الطفله اللي الروح ديالها خارجه من الجسد ديالها، ما كتعرفهاش اصلا شنو هي كدير تماك ولا شنو باغا دير ولا شنو واقع ليها ولا شنو طاري فيها اصلا. والاب ديالها كان عنده واحد الشوفه في عينيه، الا شتي فيهم كتلقى واحد الفراغ، واحد السيد اللي تهرس ليه الظهر ديالو. حيت شويه صعيب الحال، ماشي شويه، راه بزاف صعيب الحال ان الكبده ديالك تقاس فيها ويطرى ليها بحال هذاك الشيء اللي طرى لسناء. الفاميلا ديالتها كلها كانت صراحة مدمرة، واحد الناس عايشين في واحد البيئة اللي ماشي متواضعة، اللي تحت متواضعة، وعندهم واحد شوية ديال الفقر ومقارينش، وكانوا كيطلبوا غير شي حاجة، زعما طالبين غير ستر الله، ما طالبينش شي حاجة. حتى كيلقاو راسهم عندهم هذا المشكل هذا، وكيلقاو عندهم واحد جنين اللي جا ليهم جديد في الفاميلا، اللي هما اصلا ما دايرين لا بحسابه، ما متوقعينش انه غادي يكون شي حوايج اللي ما كطيحلكش في البال انها توقع ووقعات. اذا ما يمكنش تشوف هذا الشيء، وما يمكنش ما تتفاعلش معاه ولا ما تمشيش لعندهم ولا ما توقفش معاهم. وماشي غير بوحديتي انا اللي تفاعلت معاهم ولا اللي بقى فيا الحال ولا اللي تعاونت معاهم، كاينين واحد الناس بزاف 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 اللي تعاونوا معاهم ووقفوا معاهم وبقى فيهم الحال. حيت دابا عاد ولات هذيك البنيه شي شويه ملي بدات كتمشي للجمعيه. انا كنشكر بزاف جمعيه انصاف اللي وقفت مع هاد البنت ومع هاد الجده ومع هذاك الاب والام ديالها،
كاينين الناس كيديروا شي تعاليق في شي شكل في بزاف ديال الفيديوهات كيقلبوا على الام ديالها علاش ما كايناش ولا علاش ما كتجيش، حتى هي راها مضروره هذيك الام، وحتى هي راها واصله فيها العظم كيف ما كنقولوا. ماشي على وديت حيت الا ما جاتش مع سناء الجمعيه راها مهمشه ولا ما كتبانش ولا مقصيه ولا لا. هذيك السيده راه عندها واحد الوليدات وحدين اخرين كاينين في الدار، عندها واحد المسؤوليه واحده اخرى، حيت ما يمكن ليناش نجيبوا كل شيء للدار البيضاء ونخليو عاوتاني لشي بلاصه منين غادي يجيو ليهم شي فضيحات وحدين اخرين. هادشي اللي كاين. انت متبعه القصه ديالها من الاول حتى الاخير، كيفاش كتشوفي سناء هز الشكاره في المدرسه؟ سؤال بسيط جدا، الاحساس ديالك وانت كنتي مع المدير الجهوي رفقه الاب تفاعل معاكم سمع القصه اللي ماتوا، و شهر 9 ان شاء الله غادي يكون انه غادي يدخل المدرسه وتبدا حياه اخرى باش تنسى هذه الواقعه، كيفاش كتشوفي انت سناء في المدرسه؟ سناء واحد البنيه زوينه بزاف، واحد بصح كيف ما كنقولوا داك طيور الجنه ولا داك ملائكه كتمشى ولا ما كيتبالغش في هذا في هذا في هذا فهاد الصفه هذه، لحقاش بصح واحد البنيه زوينه مسكينه، وملي بدات كتجي للجمعيه وكتلقى مع الناس وكتشوف الطبيبه ديال النفسيه ديالها باش تحسن شي شويه وداكشي، انا كنشوفها غادي تكون واحد تلميذه ان شاء الله مجتهده. انا نهار شفتها ما بغيتهاش تقصى في الحياه، لحقاش بقات فيا بزاف بزاف، ما يمكنش نوصف لك الالم اللي حسيت به ملي شفت سناء وشنو وقع ليها وشنو طرى ليها، وكنقول ان شاء الله يا ربي يقدر يا سيدي ربي كبير غالبا غادي يعوضها بشي حاجه اللي حسن من داكشي اللي دازت فيه، داكشي ويدوز كله غير هضره وغير روايات كيف ما كنقولوا. سيام شكرا لك، والفضل ديال الله عز وجل ومجهود كبير درتيه من اجل هذه البنيه، الله يقبل اجرك يا ربي. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا حصري ولاول مره، نحن نتتبع القضيه ديال سناء، وكما قلت في السابق سهام كان لها دور جوهري، وهي الحمد لله بالقناعه ديالها وبالرغبه ديالها وتميل للشق الاجتماعي بشكل كبير، كتضحي بيوم او يومين من العمل ديالها في الاسبوع وكتنتقل عندهم للمنزل ديالهم في القريه وكتتبع الاوضاع ديال سناء وديال العائله. مشاهدينا الكرام ما يثلج الصدر انه سناء مقبله على المدرسه، شيء جميل جدا. مشاهدينا الكرام نحن نتتبع الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص حيثيات قضيه سناء. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.